يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بأسماء الظالمين كالتسمي باسم فرعون وهامان وقارون؟ ما يجوز التسمي، يكره التسمي باسم فرعون واسم هامان، يكره هذا. وفرعون ذكرت لكم أنه ما هو باسم، هذا لقب، لقب لملك مصر، كما أن ملك الحبشة يقال له النجاشي، وملوك اليمن يقال لهم الأقيال القيل، وملك الروم يقال له هرقل، هذه ألقاب الملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهوال وملك الفرس يقال له كسرى. نعم.